اللهم من أصبح منا وأمسى في عافية وستر وبركة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. أدعوك يا ربي كما دعاك نبيك سليمان عليه السلام. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدعوك يا ربي كما دعاك نبيك يوسف عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وأدعوك يا ربي كما دعاك نبيك موسى عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وادعوك يا ربي كما دعاك نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صلي واسلم وابارك على سيدنا رسول الله محمد. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الانسان بالقلم. واقسم الله بالهادي فشرفه. اعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لما صعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في رحلة الاسراء والمعراج، اما النبي صلى الله عليه وسلم ليقلع نعليه، فقال له الحق لما قد فعلت ذلك يا حبيبي يا محمد؟ فقال يا ربي حتى لا تقول لي مثل ما قلت لاخي موسى اقلع نعليه. فقال له الحق يا حبيبي يا محمد، موسى كان طالبا لكنك مطلوب، موسى كان راغبا لكنك مرغوب، موسى كان محبا لكنك محبوب. فخر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في عرش ربه، ثم رفع راسه قائلا: رب لا اسالك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي، ولكن اسألك امتي امتي امتي. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل. ارفع عنا الباء والبلاء. يا سارة الكرام، يا بنا نلتقي على مائدة القرآن. نودع في هذه الليلة القرآنية الراحل الكريم الحجزوني في سير هيكل، فنسأل الله ان يسكنه الفردوس الاعلى. هي بنا نعبر هذا المكان بالقرآن مع الهرم الاول للجامعة الجسيونية، التبيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن من والد وإخوة وقاري الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض. هي تفضل فضيلته نشكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخير
سبحان الله وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Thank you.
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. Yeah.
فبغى عليه فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا في الأرض إن
إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة
ثواب الله خير لمن آمن، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء Yeah.
تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وادعوا إلى ربك
وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. كل شيء هالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كن في الدنيا كعابر سبيل واترك وراءك أثر جميل. فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، والطيف مهما طالت إقامته فلا بد له من الرحيل. يا من بدنياه انشغل وغره طول العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صفوق العمل. يا زائرين قبورنا لا تعجبوا من حالنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا ستكونوا مثلنا.
خواتيم سورة القصص. تلا علينا العلم القرآني الإذاعي الشهير والهرم الأول للجامعة المسيونية ونبتقيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن من والد وإخوة وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض المطرية القاهرة في ليلة تكريم الراحل الكريم الوالد والمرد الفاضل جزهني حسين هيكل فنسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى يجعل القرآن هدية له في قبره العلامة الجليل الشيخ حسين هيكل محمد زهني حسين هيكل محمد حسين هيكل والمهندس مصر حسين هيكل وآل هيكل الكرمين شكرونا كل من شرفنا لأداء واجب العزاء شكر أيضا صاحب الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية محمد كيوم طوكيو اشكر ايضا المهندس احمد الجعبري الذي ينقل لنا هذه الليله عبر التواصل الاجتماعي اسمه محمد الشربقي شرفنا ايضا من ابناء الاذاعه والتلفزيون مهندس محمد مصطفى كامل شكرنا لكل من شرفنا لاداء واجب العزاء.